الساحه الرياضيه فيها توتر بسبب ان السوشيال ميديا، ما نقدرش نقول حاجه غير كده. دلوقتي في السوشيال ميديا كل واحد بيحاول يظهر ان هو بيحب الفريق بتاعه على حسب ان انا هشتم الفريق التاني. انا مثلا واحد اهلاوي، فهبين للناس ان انا عشان بحب الاهلي وكده هخش اشتم في الزمالك واشتم في عرض اللعيبه واشتم في كذا واشتم في كذا واقول ده كذا كذا. ده عمره ما هيبين ان انا انتمائي، ما هيبين انتمائي، ده كده بيقل مني وبيقل من فريقي. كل واحد بيحاول ان هو يكسب بونت على حساب التاني بحيث ان هو يشتمه اكتر. السبب جزء طبعا من الاعلام الرياضي، ان اللي في الاعلام الرياضي بيبقوا منتمين للفرقه، فهو بيظهر الانتماء بتاعه للفرقه بيبقى ضد، او بعض الاحيان مثلا بيبقى على حساب الاعلام الرياضي المحايد ذات نفسه. انا شايف ان الهدوء دوت المفروض يبدا من اللاعبين نفسهم، ان هم يخففوا التوتر في الملعب، بالذات ان احنا في وقت محتاجين ان الجماهير ترجع، لان موضوع الجماهير دوت اصلا ساحب من الكره متعتها. يعني انا واحد من الناس مثلا كنت احب اروح اتفرج على اي مباراه مثلا في الاستاد او كده، الموضوع ده ما بقاش متاح ليا. اللعيبه والمسؤولين لازم يكونوا على قد قدر المسؤوليه، ما يكونش يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي ان يوقعوا ما بين الجماهير او يبقى في شحن جماهيري ما بين الجمهورين، اذا كان اهلي او زمالك. عشان نرجع الموضوع لهدوء تاني، انا من رايي ان يبقى في ود شويه اكتر من كده، واحترام من اللعيبه المنافسه للجمهور.